عشان تعرف بس ان المجموعه الحاليه مش عايزه الخبير الاجنبي. أيوة. وصلوا لمرحله، انا امبارح بتفرج على اتنين المفروض قامات كبيره في التحكيم المصري، كابتن جمال الغندور والكابتن عصام عبد الفتاح، قاعدين بيبرروا فكره ان حكم الفار عمرو الشناوي في ماتش الزمالك وسموحه ليه ما عرضش خطوط التسلل. الاول كان قال لك اصل في مشكله ممكن يكون في عطل، دخل مدير برامج الرياضيه في التلفزيون المصري الاستاذ محمد ابراهيم قال لك المخرج طلب منهم خطوط التسلل، قالوا له مفيش. طب اسالوا، طب اللجنه تطلع ترد، عارف فكره ايه؟ لا احنا هندافع حتى عن الغلط. أيوة. عشان ما يجيش خبير اجنبي. ايوه، وخلي بالك ده الكابتن سعد فتاح قال نصيحه واحده من احلى النصايح اللي انا سمعتها منه الفتره الاخيره. الكابتن سعد فتاح اللي هي بيقول الكابتن ابراهيم نور الدين بينصحه، حاول تقلل من ظهورك الاعلامي شويه طول ما انت رئيس لجنه حكام. انا قعدت كده عمال اقراها كتير. هو رئيس لجنه حكام؟ لا، كابتن سعد فتاح لما كان رئيس لجنه حكام كان كل شويه، كان كل يوم بيطلع يعقب على الحالات التحكيميه. ما يا كابتن عصام هم اتعلموا منك، ما هم اتعلموا منك، هم يعني جابوه منين؟ جابوه من بره؟ ما اتعلموا منك. طب كلاتنبرج اللي انت فضلت لغايه النهارده عمال تسوق صورته، والامانه انا متفق جدا جدا معاك ان بيريرا فشل. صح، لا خلاف. كلاتنبرج ما فشلش، كلاتنبرج كان بيطلع هو اللي علمنا كل يوم اتنين نستنى من الساعة 1 للساعة 4 العصر الحالات التحكيمية، الفيديو بتاعه اللي بيسكت الناس كلها وبيرضي كل، ولما حكم بيغلط كان بيطلع يقول ايوه اخطأ، الحكم ده اخطأ، لان الخطأ مش عيب، كان المفروض يعمل كذا كذا كذا. والامانة عشنا مع كلاتنبرج افضل فترة في التحكيم المصري في اخر 10 سنين، لكن فعلا زي ما انت ما قلت هم هيفضلوا رافضين الخبير التحكيمي الاجنبي. ليه؟ مش خاطر مصلحه الكره المصريه ابدا، عشان خاطر مصلحتهم هم. احنا يا جماعه نخلي الموضوع ما بيننا، انت سنه وانا سنة ونقعد ندور الدنيا مع بعض ونخش من سكه ايه؟ الدولار، مش عارف ايه، التكاليف. طب ما انت بتشتغل غلط. بالظبط كده. طب